شعار في مواجهة الأسلحة الكيماوية التي تسعى لجعل وطننا صحراء وموطنا للزلازل، سننشئ الغابات. بتاريخ 15 شباط إلى 4 نيسان سنبدأ حملتنا الإيكولوجية التي ستكون ردا على جميع ممارسات الاحتلال والعنف التي تستهدف وجود الطبيعة، المرأة، الأطفال والشعوب. نحن نأخذ بها ونهدف إلى حماية بيئتنا والحفاظ عليها وتجديدها بطريقة سليمة جميلة وصحية، وتوحيد ورفع وتيرة نضالنا البيئي مع نضال 8 آذار بهدف تعزيز وإنجاح الثورة الإيكولوجية ضد كل ما يقوم به الاحتلال من ممارسات لا حقوقية في منطقتنا، مثل التغيير الديموغرافي في المنطقة وقطع الأشجار وتطور حرب المياه من خلال تجفيف الأنهار الخابور، دجلة، الفرات، جغجغ باستخدام الأسلحة وخاصة الأسلحة الكيماوية وغيرها الذي يتسبب بفقدان العديد من جوانب الحياة الثمينة والغنية من الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك لكسر وتدمير نظام إمرالي المنقطع عن جميع مقاييس الطبيعة والغير مناسبة لحياة صحية خاصة في المناخ الذي يسير بشكل ممنهج ضد الحرية الجسدية للقائد آبو كوسيلة لتطبيق الإعدام طويل الأمد مع التعذيب وانتهاك الحقوق يتم تطبيقه لمدة 24 عاماً وما زال مستمراً لأنه يريد أن تعيش جميع الكائنات الحية في توازن ديمقراطي في كوكب الأرض، فإنه يواجه العقوبة اليوم لكل كائن حي الحق في العيش في النظام البيئي، لكن القائد آبو محروم من هذه الحقوق أيضا، ويواجه ممارسات لا إنسانية كل يوم على مدار 24 عام الماضية. لذلك في إطار الحملة نتخذ من فكر وفلسفة القائد آبو أساسا لنا في نشر الإيديولوجية البيئية وبهدف تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. كما هو معروف هناك حاجة ماسة إلى إنتاج توازن بيئي في الطبيعة، لكن التكنولوجيا التي نستخدمها تستخدم بالكامل من أجل المصالح ومن أجل العمل فقط، يتم استخدام النتائج العلمية من أجل ألا يضعف العمل والقدرة التنافسية، وبذلك تلحق الضرر بالإنسانية. زلزال اليوم في شمال كردستان وتركيا هو مثال على ذلك، على الرغم من أنه قدموا معلومات منذ فترة تفيد بحدوث الزلازل إلا أنه بسبب شركات أردوغان وبخجلجي الفاشيين التي نظرت إلى الأمر بأخلاق عرقية ثم تجاهل مئات الآلاف من الأشخاص ووضعوا مصالحهم في أولوياتهم. نتيجة لهذا بداية البشر ومن ثم القضاء على كل الكائنات الحية، فما حدث هو تدمير الطبيعة والإنسان، لذلك هي ضربة للحياة البيئية. طوال تاريخ البشرية كان الانسجام بين البيئة والطبيعة مضطربا دائما بسبب سوء استخدام جميع سلطات العلم. اليوم في جبال كردستان تستمر حرب منذ 40 عاما، لا توجد محاسبة لتفجير كل تلك القنابل وتدمير الغابات منذ سنوات، وجمهورية تركيا تخوض حربا ليس فقط ضد الشعب الكردي ولكن أيضا ضد جغرافية وطبيعة كردستان. وقد شهدنا هذا مؤخرا في ربيع عام 2022 من استخدام الأسلحة الكيميائية على جبال كردستان. المئات من مجازر الطبيعة في هيروشيما وحلبجة تشهد اليوم ظروف القرن الحادي والعشرين، ولكن للأسف يتم اتخاذ أي تدابير إنسانية. إن التقنيات المستخدمة للمصالح الاحتكارية أصبحت اليوم بدءا من الكوارث البيئية إلى الحروب أكثر الأدوات التي تهدد الحياة. إن هذه الطريقة التي يتم تطبيقها في العمل بهدف تعزيز سلطتهم قد تسببت اليوم في تدمير الوسط البيئي، لأن الأستاذ الدكتور شبنم كورو فنجانجي لم تقبل هذه الممارسات وأبدت موقفا بيئيا ضد الأسلحة الكيميائية حكم عليها بالسجن. لا ينبغي أن ننسى أنه بقدر ما تدمر الأخطاء والأغلاط البشرية الطبيعة فإنها ستدمرها أيضا. على هذا الأساس فإن غياب بعض الكائنات الحية في الماضي كان بسبب بعض أسباب الظروف الطبيعية، ولكن اليوم سبب تدهور الطبيعة هو تدخل الإنسان من ناحية سلبية في الطبيعة. أعلنت السلطات الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية عن نفسها إله كل شيء، لكنهم حكموا على عبادهم بالجوع والموت. هذا الإله بدون أن يأخذ ظروف الطبيعة بعين الاعتبار يتدخل بالأسلحة الكيميائية ويدمر توازن الطبيعة ويسبب تدميرها. لكن على هذا الإله ألا ينسى أن الهيمنة القائمة على الاحتلال ستسبب فوضى في الطبيعة حيث ستختفي أنواع الكائنات الحية وستؤدي الزلازل إلى تدمير الثقافات المختلفة وما إلى ذلك وتهيئ الأرضية للكوارث. يجب ألا ننسى أن الدمار البيئي الذي حدث لا يقتصر على الجغرافيا فحسب بل أصبح حالة تؤثر على العالم بأسره، فجغرافية كردستان التي يتم تدميرها وحرقها وتصحرها وتسميمها تعني تسميم العالم وتصحره، لأن علم البيئة يشمل حب الوطن والعالم، فهو يقف ضد جميع أنواع الأسلحة الكيميائية التي تستخدم ضد الإنسانية والطبيعة. لكي تتمكن البشرية من إنقاذ نفسها من عملية الانقراض هذه يجب عليها تغيير وجهة نظرها تجاه الطبيعة من الأساس. ومن هذا المنطلق فإننا نهدي حملتنا لكل الشهداء الثوار الذين قاموا
من أجل حرية الشعوب وبهدف الانتقام ومن أجل حرية الشعوب وبهدف الانتقام والولاء لهم استذكارا لأرواحهم وأحلامهم ورغباتهم إيمانا منا بتحقيق أهدافهم ضمن حملتنا. سنقوم أكثر من أي وقت مضى ومن خلال مزيد من الأنشطة والنضال برفع نضالنا إلى مستوى الثورة ضد كل السياسات والممارسات التجارية والتكنولوجية التي تعرض وجود الشعب للخطر، فإننا نعبر عن رفضنا وعدم قبولنا لها، خاصة في حالات مثل الكوارث الطبيعية التي تكون أسبابها التجاوزات التي تحصل في جسد الطبيعة. وعبر بياننا هذا نتقدم بأحر التعازي لجميع الشعوب والهويات الذين أصبحوا ضحية هذه السياسات في الزلزال في شمال كردستان وتركيا وسوريا، بفكر وتوحيد كدح المرأة من أجل بناء ثقافة بيئية في المجتمع. هذه سلسلة أنشطتنا في شمال وشرق سوريا. أولاً، من أجل تحقيق الوعي الديمقراطي والإيكولوجي في المجتمع، سنبدأ بسلسلة من المحاضرات والتدريبات في الكومينات والقرى والنواحي والمؤسسات، وسيتم تحديد المواضيع حسب الحاجة، كما أنه ستعطى محاضرات حول الإيكولوجية والطبيعة في جميع البلديات في غضون 3 أشهر. ثانياً، في سياق تطبيق ونشر فلسفة وأفكار القائد آبو في كل مكان، سيتم تقديم محاضرات حول البيئة في المدارس. ثالثاً، ستقوم حركة المرأة الشابة، سوف يتم قراءة كتب القائد آبو وتقديم محاضرات وأفلام وثائقية للمرأة الشابة. رابعاً، استمراراً لزراعة الأشجار المثمرة، سيتم بناء حديقة أشجار للفاكهة في عامودة. خامساً، سيتم زراعة أشجار التوت في الأماكن التي استهدفت فيها النساء المناضلات من قبل الاحتلال التركي. سادساً، بالتنسيق بين هيئة البلديات، لجنة التدريب وجامعة روجافا، ستتم زراعة 3000 شجرة. سابعاً، ستقوم اللجنة الاقتصادية لمؤتمر ستار بمشروع شجر التين أشجار الفاكهة بزرع 3800 شجرة. ستتم زراعة عدد من الأشجار في عدد بوابات حدودية من قبل تفدم. تاسعاً، ستزرع الأشجار في قرية جنوار. عاشراً، ستزرع الأشجار في مركز شفاء المرأة. إضاعش، في إطار حملة لكل شخص شجرة، ستزرع حوالي 600 شجرة في ناحيتين، وذلك بالتنسيق بين مؤتمر ستار وبلديات تلك النواحي. 12، إرسال رسالة إلى دكتورة شبنام فنجانجي من قبل منصة الإيكولوجية للمرأة، وذلك كمساندة ودعم لمطالبتها بفتح تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في كردستان. 13، بريادة هيئة البلديات والبيئة سيتم تنظيم ملتقى المرأة. 14، البدء بحملة نظافة خاصة مع الأطفال. 15، البدء بحملة فصل القمامة في كومينين في مقاطعتي قامشلو وحسكة. عاش القائد آبو، عاشت الحياة الإيكولوجية. دسريدة كامبانيا ما جبازدي شباطي حتى شهر نيسان اللي ريبر آبو أم بيروز ديكن هر سال وك كل تركي وك كبنشوبية كي أم دخوازن كو إيدي بيشوازية تشالاكين ما يكو دي شباطي دتين شكرين دي أداري دي نيسان دي بكدا جنن بيشوازي بكن بتايبت كو دربار ايكولوجي ده كو دناوا سالن دريج ده يكو امتدا جيان دكن هر تم بكريز هاتنا بينا سكرن نها دناوا باكورج لات سوري ده جي ام دكارن بيجن كو ده اصلا مايا ايكولوجي يعني روشا مايا ايكولوجي جهش ده وي اصلا كو جبر كو امكارن بيجي كريز و پرز گريكن كو سدامن پر سالان كو سر هفدو ده انجامن سيستمن كو سر هرمي هاتنا مشاندن ده انجام شر كو سر هرمي ده هاتنا مشاندن روشا ايكولوجيا ما برب كريزي و برج بر كو امكارن استجی جویر او شیخ خلاص ببن برسب الهمبری وان کریارن بهز بکد او بحس کرنا جن مخص کو جنگها خو ام حمیز بکن او ترزگریکن کوته ده هنم سر راست بکن هر وها بلکی دنافا کمپانیا مده ملکی هری اساسیه کو ام خبات دکن جبویوی ده آستا شورشه ده روشا آف هوایی کو دنافا امرالی ده 24 سالین کوته مشاندن کو جبوی جیانک تندروس جبوی جیانک کو مافی مروان ده جنگه ده بپارزه نگون جاول هم بری وی بحمو هیز آخوات کشین آخوات دن مشاندن حتا کو راستی جی بگه جی آستا آزادی ری بر آپویا فیزیکی جبوی وی که جی راستی ده پازده شبات ده وک برسی وکی الهم بری حمو کریار الحمو تندیا کو دناوا کومبری ده هم همبری ریبر اپو و دی شخص ریبر اپو ده لسر چیاین کردستان و جواکا کردستان گوته مشاندن ام بسکنن مخوز کود وی دیروک ده چالاکین ما ورن دست بکرن دناوا حمله ده اساسا بناو بلاتفورما جنیا اکولوژی ته دست بکرن وقتی زانین دناوا بلاتفورم ده جی بدها سازی و کمیته هنه کسی کود بین بانه کمپانی ده جی هری زده خواستن خبات بدن مشاندن سمینر بدن دار بچینن یان جه خبات کی وک برسی وکی لهمبری وکریارا بدن مشاندن هری زده کمیته اکولوژی بو
كوميتي أبوريا كونغرستار شارداريا وكدستا يا جينجه زنجها روج آفا كوميتي أبروردي هروها جينولوجي دستيا جين وبر عليين دي جي راستيجي يكود تيدا جي قرتن خوصن خباتي بدن مشاندن جبوي فيك جنهاية هري قرنج جمرا أوكو جواك كاربي دنافا في حملة دا جي بقري هري زيدا بلكي مديد بندك جي جي كوام كاربن بقل رأيدي كاسكاتيا والاتي خوب بارزن ونجن بكن لسر في بنجهي جي بنجهي حملة ما جبوك هشتنا چاندا ايكولوجي ودا مقراتيك دنافا جواكي دا دنافا كومين وغندان ده لسر في أساسي جي بلكي وكبر سفاكي الهنبري حمو تشكين كيمياسالي كل سر هرمي هاتن مشاندن مخوز قو حملي جي دياري شهيدين كوب تشكين كيمياسال هاتن شهيد خستن دياري وان بكين وك بيك آنينا خيال وخوستكين وان جبوي في كيجي مديد كوراستي جي كريزي كوهانا ايدي تانت كردستان دانا بند أصلا جيهاني ده تمشاندن هريزي ده زلزلستانا كوهات مشاندن شاندن يعني زلزال كل باكوري كردستان وتركيا هات جيان كرين قد انجام مويدا بصدا كس چون مخوز قد دنافا حملة خود جيوان كسان ببير بينن كسان قوبون قربان جوان سياسات و امبجن كريار حكومتا آكابة بتايبت را امج جبوي وان قلو ناس ناميان سرساغي بخوازن يا هاري جرينج اوكو حملة ما وكولتور وكوفنا شوبيا كي كوم دخوازن ايدي هرتم هشتي اداري بي بي شوازي بكن ود اصلا شورش دا تكوشينا خوب دن مشاندن لسر وابن قهان ام دوجين بجي ريبر ابو بجي جيان وجواكا ايكولوجيك جن جيان ازادي.